هذا العقد من خلال الثلاث شركاء سوناتراك بيرتامينا وريبسول راح نستثمر ما يتعدى تقريبا 800 مليون دولار من اجل انتاج حوالي 150 مليون برميل من النفط هذه الاستثمارات اولا تتعلق بوحده لاستخراج غاز البترول المميع حفر مجموعه من الابار ربط هذه الابار بمركز معالجه البترول تحديث المنشات الموجوده حاليا وكذلك العمل على مشاريع تتعلق ب عمليات الاستخراج عمليات حقن الغاز والماء عمليات رقمنة وأنشطة البترول والغاز وكذلك منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية من عن طريق الألواح الشمسية